رأيك في التعددية الحزبية في المشهد السياسي التونسي؟ به به أنا أقول لك التعديل رأيت لخمسين حزب براتيك ما أنا عملت أغلب الحزب أنا كشفت وزارة الداخلية نقف من حزب سبعة اليوم من حزب كارتون سمعنا ذلك حزب وقت عملية خطوة قديش خالي تقريبا ما 28 حزب وقتها 28 ما سيبه الخيار تعطي ولا ما تعطيش برشا جماعة جاوني هكا ما نعرفش كابتن توش دروا كابتن شرف الدين مثلا في المستوى هذاك كله راه هو في المشكلية نعطي ولا ما نعطيش انا زدت مانيش عنديش فكرة الاغلب الراي ما تماخذ عليه من الناس اللي عندهم اراء كذا كلهم قالوا لي كي ترفض انت وكيف ما حزب هاك خاطر الكارتون كي باش ترفض ما نعرفش ياخذوا الكارتون الكارتون في الساحة السياسية ما عندوش مصداقية يقول لك تشليك هذا يخلينا كذا ذوما وهم احزاب باهيين جايين يجيو مش معروفين جيو في ظرف تحل فيه اللعب السياسي كما قلت قبيله وبعد بالتالي بعدها فتح باب الحريات وفتح باب اللعب في المستوى السياسي على مسرعيه وخلات فرص الناس الكل يدخلوا في المقاربه دي التحرريه ده وفي اطار اللي بقصد انشاء وتركيز ديمقراطيه.